احمد رشاد البنك التجاري الدولي في خصم الاب. حضرتك احنا مصدومين بقالنا دلوقتي 10 سنين وجم في التعديلات قالوا لنا ان احنا هنعدلكم، جم في شهر 5 قالوا لنا ان احنا هنعدلكم ما حصلش، وبعد ما كان نزل القرار بالتعديل تمام اتفاجئنا ان في ايميل نزل بالرب قبل المرتب ما ينزل بيوم واحد والساعة 2 اخر النهار ومرتب شهر 5. طيب طلبنا ان احنا نعمل تعديل تاني في شهر 6، اتكلمنا معاهم قالوا هتزيد ما زدناش. جينا في البتاع ده في الـ في الـ في اول السنه في الزياده السنويه بتاعت السنه دي زياده ما تجيبش لو مؤاخذه يعني حق كيلو طماطم، ما تجيبش كيلو طماطم. احنا بنسهر ليل مع نهار بالعيال، الموظف بيبقى في بيته ومدير الفرع في بيته ورئيس مجلس الاداره في بيته واحنا سهرانين واحنا موجودين في البنك ليل مع نهار. اتصلت بالبنك بتاع السفلي في 2004، البنك فصل كل الناس، رجع شركة فالكون ورجع البنك تاني وانا الوحيد اللي مرجعتش من سنة 2004. وحضرتك قابلت اكتر من مسؤول واكتر من داعي، محدش ولا حد سأل فينا خالص. وفيها النهاردة عشان اطلب ان ارجع البنك تاني زي زمايلي اللي رجعوا شهر 4 اللي فات 4 2011.